تستغلوا يا جماعه فلوسكم ووقتكم قبل اصلا ما تسافروا اوروبا. وطبعا علشان احنا جايين من عصر الهكسوس فلازم نثبت للناس كلنا ان احنا مصريين. انا مصري يلا. فيزا البحث عن عمل بتاعت ألمانيا، تعالوا بقى نتكلم كده شوية فيها أصلا إزاي حتى لو أخدت الفيزا دي أساسا لما تيجي ألمانيا فعلا تلاقي شغل. يلا بينا. بص يا جماعة أنا مش خبير فيزا ولا هجرة ولا الكلام ده كله، بس أنا عايز أتكلم معاك في نقطة، حتى لو أنت أخدت الفيزا وخلاص اتعلمت اللغة الألمانية ودلوقتي جات لك الفيزا أو هتجي لك الفيزا بتاعت البحث عن عمل بتاعت الست شهور في ألمانيا، إزاي تكون أصلا مستعد لها؟ إزاي تكون جاهز بحيث إنك أنت لما تيجي في ست شهور تقدر تعمل المقابلة، تقدر تلاقي الشغل، تقدر تمضي، تقدر انك انت تبقى مقيم خلاص في ألمانيا؟ لان ناس كتيرة قوي بتخاف تقدم عليها، تقولك هو ست شهور كفاية اصلا؟ هو ست شهور ده يا جماعة كفاية انك انت تدور على شغل وتقدم والشركة او البنك او الواتيفر او الوظيفة يكلموك ويقولك تعالى ونعمل مقابلة ويعملوا المقابلة ويستنوا حوالي شهر شهرين؟ يعني ست شهور ده مدة قليلة جدا، فازاي تجهز نفسك قبل الست شهور بحيث ان الست شهور يبقى جاي خابط في الـ في الـ في الجون، جاي عامل مقابله متوافق عليك، خلصت الموضوع. ازاي تجهز نفسك؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده جاي في طياره جايه تطير في وقت عسل، يعني انت جايه فوق دماغي. بص هناك شايفينها اهي، مش عارف شايفينها ولا لا، علي صوتك كمان، علي ما هو ده اللي ناقص. بص يا جماعه، في حاجات بسيطه قوي في الاول لازم تعملها قبل ما تيجي، تقدر تكسب بيها وقت وانت لسه موجود في بلدك قبل اصلا ما تيجي على هنا. حاجات كده بسيطه، اول حاجه لازم تفهمها كويس جدا انك انت ما تتحركش من بلدك غير لما يكون معاك سي في محترم مكتوب بالانجليزي ومكتوب بالالماني، لازم 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 لازم. تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا، لازم يكون الالماني بتاعك بصرف النظر سواء انت A1 ولا A2 ولا اي بتنجان، بس لازم الالماني يكون قوي كفايه انك تقدر تخش في كلام في مقابله مع شخص علشان وظيفه. تعالى لي بقى في حته اللغه دي وعلمني عليها مليون خط. ليه بقى؟ بص يا سيدي، في ناس كتيره فاكره ان الالماني بتاعها كويس وتعلمت الماني كويس ودخلت في B1 ولا B2 ولا B2 وخلصت وبقت شاطره وكل حاجه وجابت نتيجه عاليه، بس انت ما ذاكرتش الالماني في مجالك انت. يعني لو انت راجل دكتور مثلا، او لو انت مهندس، او لو انت محاسب مثلا، لازم تذاكر الالماني في المجال بتاعك انت، لازم تذاكر الالماني في حته المحاسبه، لازم تتعلم الحروف والكلمات اللي هتستخدمها في مجالك، لازم ازاي تعرف تشرح كلامك اللي ممكن تشرحه بالانجليزي او بالعربي. يعني لو انت راجل دكتور مثلا او مهندس او محاسب زي حالتي، لازم تعرف كويس قوي ان اللغه الالمانيه يا جماعه مش مجرد بس البي اينز والبيتس فاير انت اتعلمته، لا 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 خالص، انت لازم تخش وتدور على الكلمات والحروف واللي هي بالالماني فخ بكريفت اللي هي مصطلحات الجزء بتاعك. يعني انا محاسبه فانا محتاجه اخش اعرف المصطلحات بتاعه المحاسبه بالالماني بتتقال ازاي، بتتكتب ازاي، بتاخد ارتكل ايه، بتستخدم ازاي، دي معناها ايه ودي معناها ايه، لازم حاجات كتيره قوي بتخش تترجمها، فلازم ده يكون مجهود نفسي. ده ما ملهوش علاقه خالص بكورس بقى ولا واحد يقول لي اسلام طب اتعلم منين، ده يا باشا مجهودك انت والبحر والترجمه بالظبط كده. فانت من الاخر محتاج انك تخش تشوف انت دارس ايه ومذاكر ايه ومتعلم ايه بالانجليزي او بالعربي، وابدا ترجم كل ده بالالماني ودعبس في جوجل انك تلاقيه بالالماني معناه ايه. لان الموضوع ده يا جماعه انا شخصيا قابلت فيه مشكله كبيره جدا اول ما بدات الشغل ليا، لانك بتتعلم كل اللي انت اشتغلته بالانجليزي بتتعلمه بالالماني، فانت بتتكلم في لغه تانية خالص وكلمات انا ما درستهاش خالص في اللغه، مع اني مخلص لغايه البيتس فاي بس ما خدتش الكلام ده نهائي، لان هو في البيتس فاي مش مركز لك على المحاسبه مثلا، او مش مركز لك على مجال البنوك او الفاينانس، لا هو بيديك البيتس فاي وخلاص. فدي نقطة مهمة جدا، لما تذاكر ألماني وتخلصه دور على الكلمات والمصطلحات اللي في مجالك، سواء بقى طب، هندسة، محاسبة، أي حاجة في الدنيا، دور على الألماني بتاعها.
بخصوص السي في بقى يا جماعه، على فكره انا كنت عملت موضوع للسي في دوت وشرحت ازاي تعمله بقى وازاي تفكر فيه وتكتب ايه وما تكتبش ايه، هحط لكم الفيديو فوق هنا بخش اتفرج عليه. بس انا عايز اعرف حاجه، انتوا ليه بتتفرجوا على الفيديو من غير ما حد خالص يدوس على اللايك؟ الموضوع ده بيجنني، ازاي بتتفرجوا وبتحطوا تعليقاتكم ومحدش خالص بيدوس لايك؟ يا جماعه اللايك ده من الاخر بالنسبه لي انا كاسلام هو اللي بيحدد لي سواء الفيديو ده عجبك ولا ما عجبكش. فلما الناس ما بتحطش لايكات والناس ما بتعملش لايك خالص على الفيديو، انا بعتبر الفيديو ده ما عجبش الناس دي خالص، فما بقتش اعمل حاجه خالص من نفس النمط بتاع الفيديو. يعني لو الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده ما خدش لايكات كتير من الاخر، انا مش هكرر نفس النمط، مش هخش اتكلم معاكم تاني في نصايح بالاسلوب ده وحاجات انا عديت ويعني دخلت في تجربتي نفس اسلوب الفيديو ده، مش هتجه عليه تاني خالص، لاني بالتالي مش شايف ان في حد عمل عليه لايك. انت فاهم حاجه؟ فلو انت اتفرجت على الفيديو والفيديو فعلا عجبك، سيب لايك على الفيديو وسيب لي تعليق وقول لي فعلا ان هو عجبك، لان هو ده الوحيد اللي بالنسبه لي معناه ان الشخص ده اتفرج على الفيديو وعجبك. خلاص خلصنا من حوار السي في، خلصنا من الحوارات التانيه، خش بقى في الجد دلوقتي. انا عندي مواقع اونلاين كتيره قوي كنت عملت عليها فيديو قبل كده، خشوا اتفرجوا عليه اهو. المواقع دي بقى ازاي اصلا تستخدمها، مش مجرد بس انك تحط السي في بتاعك عليها وانك انت تخش وتقدم على الوظيفه وشكرا على كده، لا مش لا 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 مش ده بس الاستخدام. الاستخدام بقى يا ريس ان المواقع ديت خش عليها بعد ما تظبط السي في بتاعك محترم هناك بالالماني وبالانجليزي وتشكل وتحط صوره محترمه لابس فيها البدله والكرافته والشياكه مش صوره من الشارع، تبدا بقى انك انت تدور على الوظيفه اللي عاجباك وتشوفها في انهي شركه او في انهي مكان او انهي مؤسسه، وتخش تدور على المؤسسه ديت في الموقع ده نفسه بيبقوا ليهم صفحه، وتخش ليها وتدور على الستاف اللي شغالين فيها بصفحاتهم كلها، وخش دور على المدير اللي احتمالية ان هو يكون ليه علاقة بالوظيفة بتاعتك او في القسم بتاعك، خش ضيفه عندك، ابعت له رسالة في منتهى الاحترام، ابعت له رسالة قول له ان انا راجل اتعلمت الالماني واشتغلت وعندي خبرة كذا 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 مثلا، او حابب ان انا اشتغل في كذا، قدمت على الوظيفة ديت وحابب انك انت تقول لي ردك ايه في السي في بتاعي اذا كان عجبك ولا مش عجبك، او لو احنا نقدر ان احنا نعمل ديسكشن او نتناقش في موضوع الوظيفة يا ريت تبعت لي. اعمل كده كتير جدا 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 جدا، واياك تيأس، اياك، لان الياس ده هو اللحظه اللي في ساعتها بقى انسى يا عمرو، اقعد على الكنبه في مصر كده او في بلدك وشكرا على كده، خلاص مش هتلاقي حاجه تانية تعملها. انا شخصيا يا جماعه هقول لكم رقم، انا عارف ان هو ممكن يبقى مرعب لناس كتيره، بس فعلا فعلا هو ده اللي حصل معايا. انا قعدت قدمت على لا يقل عن 4000 ابلكيشن على المواقع دي كلها علشان في الاخر تجي لي 3 او 4 انترفيوهات، بجد مش بدون مبالغه. وايه، انا معايا 10 سنين خبره وبقدم بالرقم ده كله، فما تيأسش يا باشا، صدقني هتيجي اللحظه اللي ربنا اختارها لك ويقول لك خلاص هي دي المقابله بتاعتك. استمر، ده اهم حاجه. اقول لك على حاجه حلوه كمان، لما تخش على المواقع ديت وتتواصل مع الناس وتدور على 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 الكلام ده كله حلو، دور على العربي او المصري، دور على العربي او المصري. ليه بقى؟ لان هو ده اكتر واحد هيقف جنبك من الاخر، هو ده اكتر واحد هيقول لك يا باشا بص ابعت لي سي في اتفرج عليه واقول لك رايي ايه فيه، لان هو ده اللي شغال في نفس القسم اللي انت عايز تشتغل فيه مثلا، هو ده اللي عارف الدنيا ماشيه ازاي اكتر مني واكتر منك واكتر من اي حد، لان هو فيها. دور على العربي لان هو حاسس باللي انت عايز توصل له، ويمكن يكون هو عدى بنفس تجربتك وهو اكتر واحد هيحاول يساعدك، فدي برضو تركاية حلوة. الطيارات يا جماعة هنا في المنطقة ديت عاملة صوت صداع، معلش بقى لو ما مش سامعيني كويس قولولي. ها الجو بدأ يحر قوي في ألمانيا دلوقتي يا جماعة، الصيف بدأ يخش وانا لبست الجاكيت ده العبيط، فاكر الجو هيبقى ساقعة بس طلع الجو حر جدا. طيب يا جماعة دلوقتي ده كده اللي انا كنت عايز اقوله لكم تقريبا كله، فلو في حد عنده اي حاجة عايز يعرفها في الخصوص الموضوع ده واي موضوع تاني اكتبوا لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله بحاول قد ما اقدر اني اشتغل على الموضوع ده. بس ده كل حاجة، ويلا بقى نشوف بعض تاني على الفيديو اللي جاي.